بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة هنعمل رول الفراخ زي ما احنا شايفين في منتهى الجمال والروعة اهو. وعندي كمان صينية كوسة بالجبنة، وهنشوف هنعملها ازاي، تابعوني لآخر الفيديو. وهنجيب نص كيلو صدور بانيه زي ما احنا شايفين كده، وهتبلها ببصلاية مبشورة وجنزبيل وشوية شطة، ممكن تحطيهم او لا. وعندي توابل لحمة وعندي ملح. هحط التوابل على البصلة وافركهم كويس، لازم مية البصل تطلع في التوابل عشان تتبلي الفراخ وتخلي ريحتها حلوة. وهحط الفراخ، وطبعا التتبيلة دي ما فيهاش بيض، هتبلها كويس واسيبها في التلاجة لمدة ساعة وهرجع لكم. وطبعا انا عندي الفراخ طلعتها من التلاجة بعد ساعة، هضربها في الكبة كويس وهفرمها كويس وارجع لكم. قطعها شرايح وبرصها، شرايح رفيعة كده، وبتبلها بالتوابل بتاعتي قبل ما ادخلها الفرن. وطبعا التوابل بتاعتي عبارة عن زعتر وملح وشطة وكمون وفلفل اسود، وهرش عليها شوية زيت بعد ما ارصها واعرفكم انا هعمل ايه. هقلب التوابل مع بعض واحطها على الكوسة بتاعتي، هقلبها كده تاخد من التوابل كلها، تاخد من التوابل بالشكل ده. بعصها كلها كده توابل زي ما احنا شايفين، وبرصها في الصينية بتاعتي. ريح بعضها كده، وهرش عليها رشة زيت صغيرة، وهعلي الفرن على الاخر عشان ما تنزلش مية كتير، وهحطها لحد ما تطيب وارجع له. ودي صينية الكوسة بتاعتي اللي انا بعد ما طلعتها من الفرن طابت وبقت جميلة اهي. وهنرش بعد ما طلعناها من الفرن واتأكدت انها طابت، هحط عليها الجبنة وارجعها تاني الفرن دقيقتين لحد ما الجبنة تسيح وهطلعها. وطبعا طلعنا صينية الكوسة من الفرن والجبنة ساحت على وشها وطعمها جميل، يا ريت تجربيها. وزي ما احنا شايفين انا فرمت الصدور اللي عندي وسبت قطعتين هنحشيها بطريقة معينة، وده هنعمله رول، وده برضو هنعمله رول بس بطريقة تانية. وطبعا الحشوة اللي هحشي بيها الرول عبارة عن كوساية، اي خضار بقى عندك هتقطعيهم قطع بالشكل ده مكعبات كده، وعندي برضو قرن فلفل عشان يديها طعم ظريف كده، مش هخرطه كله عشان هو حراق، خرط بس ايه تحلية بس صغيرة كده، تطعيمة صغيرة منه كفاية نصه. والجزر عشان هو اخر حاجة بتستوي فانا هقطعه رفيع خالص
مكعبات رفيعه كده. هنحط الخضار بتاعنا على النار مع حته قطعه سمنه اهي، وهقلبه لحد ما يطيب خالص، وهرش عليه شويه ملح وشويه فلفل، وهسيبه لحد ما يدبل خالص ويطيب وارجع له. وطبعا الوجبه دي من الوجبات الغذائيه المتكامله، عشان هي بتحتوي على اللحوم البروتينات اللي موجوده في الفراخ، وطبعا اللحوم اللي موجوده في الفراخ دي من اللحوم البيضاء سهله الهضم وافضل من اللحوم الحمراء بالنسبه للاطفال. وعندي الخضروات غنية بالفيتامينات، وطبعا انا بفضل انك تحطي اكبر تشكيلة ممكنة عندك من الخضار، عشان يبقى فيها اكبر كمية من الفيتامينات والاملاح المعدنية اللي بتفيد الجسم. ودلوقتي اتأكدت ان كل القطع اللي انا قطعتها من الخضار طابت. ممكن تدوقي قطعة في بقك، اذا لقيتها طابت نزلها من على النار، ويلا بينا نحشي الرول ونعرف هنعمله ازاي. وطبعا انا حمصت شوية سوداني في الفرن وهحطهم عليها عشان احشي بيهم رول الفراخ. والسوداني على فكرة هيخلي طعمها جميل وروعة. هنفرد الرول بقى، وهفتح كيسين زي ما احنا شايفين كده. الكيس الاولاني هحط عليه اللحمة بتاعتي، هحط الكيس التاني عليها، وهفردها على شكل مستطيل بالنشابة. نبدأ بقى نفرد. هخليها على شكل مستطيل، ولازم تبقى يعني تخينة شوية، وارجع لكم. هشيل الكيس وهبدأ احط الحشوة بتاعتي اللي انا عملتها. احطها وافردها على الرول بتاعي. طبعا الخضار طايب وكل حاجة طيبة، والفراخ ما بتاخدش سوى، فالأكلة دي هتتعمل بسرعة وتبقى سريعة، وفي نفس الوقت بيبقى النتيجة بتاعتها جميلة جدا. هبدأ ألف الرول بتاعي بالراحة كده واضغط عليها. واحدة واحدة لحد واكبسها لحد ما اوصل للاخر. اكبسها كويس. هجيب ورقة سلوفان وهبدأ احط الرول بتاعي على ورق السلوفان بالراحة كده. هنزله من الكيس. تمام. هظبطه. تمام. وهقفله كويس من الجناب.
هحطه في التلاجة ساعة عشان يجمد، وهرجع احطه في الفرن في الصينية بتاعته، واحطها في الفرن من غير مية من غير اي حاجة، وهسيبه يطيب على نار متوسطة، وهطلعه واوريه لكم. بس برضو هفرد كيس تاني، وهجيب بقى القطع اللي انا ما فرمتهاش. القطع زي ما احنا شايفين كده ما فرمتهاش، ممكن ما تفرمهاش وتعملها بالطريقة دي، وحط عليها الكيس التاني عشان ما تلزقش الشكل كده اهو. انا هفردها. طبعا لو عندك الشاكوش الخشب بتاع اللحمة استخدميه، انا مش عندي، انا هستخدم. هفردها كويس، فردتها هحط عليها برضو نفس الحشوة، وهبدأ برضو أبرمها. وهلفها في الكيس بتاعها، وبرضو احطها في التلاجة شوية، واخد القطعة التانية افردها وهحشيها برضو. طبعا لو عندك اي نوع من انواع المكسرات، لو عندك مشمشية ممكن تحطيها. طبعا استغرب المشمشية مسكرة، بتخلي طعمها جميل وروعة. هنلفها هي كمان بنفس الطريقة، واحطها في التلاجة، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. وطلعناها بعد ساعة من التلاجة، ولفناها بورق الفويل، وهنحطها في الفرن لمدة تقريبا نص ساعة على نار هادية. وطبعا الفراخ بتاعتي طابت، سبتها في الفرن على نار هادية تاخد راحتها. طبعا بتحسيها طيبة تحت ايديك اهي، ده الرول المفروم. تمام، هنسيبه يبرد وفكه من الورق وهوريكم شكله ايه. وسبت رول الفراخ بعد ما فك، وطبعا هو طيب، بس احنا عارفين ان لحم الفراخ لونه ابيض، فانا عايزه احمره. هدهنه بدبس الرمان وارجعه تحت الشوايه تاني لحد ما ياخد لون احمر جميل، وهرجع له. وده شكل الرول الفراخ بعد ما طلعته واتحمر في الفرن. وطبعا النصيحه قبل ما تقطعيه لازم تسيبيه يبرد عشان ما يفرولش منك، وكل قطعه تطلع لوحدها سليمه وشكلها ظريف. وادي رول الفراخ بعد ما قطعناه، زي ما احنا شايفين كده في منتهى الجمال، والوان جميلة وطعمه وريحته روعة. وعندي كمان صينية الكوسة بالجبنة، شكلها وريحتها وطعمها في منتهى الجمال. ياريت تجربيها، وياريت اللي تعجبه الوصفة دي. ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة عشان ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد ان شاء الله.